المجلس ده ما انزلش والقرارات والنقابة دي مش بتاعة حد. كل واحد هنا بيشرب كوباية مية على حسابنا. على حسابنا. الجمعية العمومية من المعروف، الجمعية العمومية أقوى من المجلس وأقوى من هيئة المكتب. فاللي يتخذ فيه الجمعية العمومية لو انعقدت أقوى من قرارات أي مجلس وأي هيئة مكتب أخذوا قرارات سابقة. طب فين برضه؟